طيب لو كلمتك بقى عن توقعاتك لماتش المغرب كده، برؤيتك برؤية المتابعة الصحفية والأخبار اللي بتيجي لحضرتك من هناك، شكل المعسكر ايه من هناك، ايه الصورة المنقولة من هناك؟ يعني هو في طبعا بالنسبه لنا احنا منتخبنا راح يا ويندي امبارح اتمرنوا تمرينه كويسه، الونش شارك، وحمدي فتحي شارك لبعض الوقت، الروح العاليه طبعا، رد الفعل بتاع التاهل طاغي على اللعيبه، بدات الاحساس بالمسؤوليه يزداد، الجهاز الفني بيذاكر كويس قوي الفريق المغربي. طبعا هو زي ما حضرتك برضو اشرت في قبل ما ادخل معاك، لانه كان محظوظ بشكل كبير كارلوس كيروش يعني كمدرب على المغرب، سواء هو بيدرب جنوب افريقيا او بيدرب ايران في كاس العالم الاخيره، فهو ممكن يكون الحظ معاه المره دي، لكن هي الحظ لوحده مش كفايه، يعني انت كمان لازم تشتغل على انه تعرف نقاط القوه والضعف في الفريق المنافس، تشتغل عليها بشكل كويس جدا، تحفظ لعيبتك الادوار لكل واحد يعرف دوره ايه وايه اللي مطلوب منه، يبقى في يعني تركيز مش اقل من 80 90% في الملعب، لانه بدون كده المغاربه كمان عندهم يعني تالنت عندهم عالي قوي، لعيبه محترفين، كتيبه محترفين، يعني اللعيبه محترفين بشكل كبير، يعني عندهم الدافع والحافز زينا، وبعدين هم عاملين كمان حقيقة نتائج من بداية البطولة نتائج كويسة، ف يعني هم يمكن حتى كان عندهم عدد من الإصابات في كورونا برضو، يمكن لسه عندهم 2 لحد دلوقتي عينتهم إيجابية، لكن عندهم بدائل، يعني البدائل موجودة بالنسبة للمغرب، فهو يعني احنا بالنسبة لنا لازم ناخد المباراة على أنها ما بحبش بقى مسألة حياة وموت، لكن مسألة إظهار قدراتك، يعني أنت أكيد يعني فريق كويس جدا، وفريق عندك عناصر جيدة جدا، وعندك لعيب زي محمد صلاح يعني بقدر محمد صلاح ومنني وتريزيجيه، رغم إن تريزيجيه لسه الحقيقة ما دخلش في الفورمة قوي، ولسه يعني ضيع الحقيقة كام فرصة في مباراة كوت ديفوار، لكن عندنا المجموعه اللي هم اللعيبه المحليين دول كمان هم دايما احنا بالنسبه لنا في كاس الامم كان دايما مشهورين بالفوز كاس الامم باللعيبه المحليين، يعني احنا دايما الحقيقه التركيز، لانه دول على فكره لانه غالبا بيبقى هم الغالبيه، واحنا يمكن ما كانش عندنا في الفترات اللي فاتت او الدورات اللي فاتت ما كانش عندنا محترفين كتير، كان لسه محمد صلاح ما ظهرش ولا تريزيجيه ولا النني، كان عندنا المحمدي يمكن هو اللي موجود، ما كانش فيه عناصر محترفه بره كتير، مش غير احمد حسن، يعني احمد حسن كان مين تاني، وعبد الظاهر سقا، يعني العدد كان مش كبير، اسمه عمرو زكي برضو شويه، عمرو زكي تجربته قليله للاسف ما كانش كتيره، كان هاني رمزي فتره من فترات، هاني بس هاني بقى كان في مرحله في كاس العالم و98 كاس الامم 98، لكن المره دي يعني الامور بقت مختلفه، عندك مصطفى محمد وعندك صلاح وعندك نني وتريزيجيه ويعني مرموش طبعا اكتشاف كويس جدا بالنسبه للمدرب، وكان اصراره عليه الحقيقه برضو الناس كلها كانت يعني بتتساءل ايه سر اصراره على مرموش، لانه في بعض المباريات كان ما كانش اداؤه بالشكل المطلوب، لكن في ظهر في مباراه كوت ديفوار بشكل كويس جدا الحقيقه، المفاجأة كانت طبعا في محمد عبد المنعم وعمر كمال، الحقيقة دول كانوا من أهم 2 عنصرين كانوا ظاهرين بشكل كويس، بالإضافة بقى العناصر التقليدية زي فتوح وزي بقية الخطوط، عودة أبو جبل والحاجات دي كلها، وزيزو لما بينزل ورا رابحة، الحقيقة كان عندك وعندك البدائل كمان كويسة الحقيقة.